ما بتبقاش متوفره، المحلات ما بتشتغلش قد كده، فبنضطر ندخل خضار نسلقه. تمام، يعني كان بطاطس او كده يعني. طبعا بيعمل تكلفه عاليه جدا، بيعمل تكلفه عاليه جدا. هو اكيد الدراي عامل كام؟ الدراي بيخش له مثلا من البدايه من 25 جنيه كيلو. بيبدا من 25، بيبدا من 25، ده الدراي ضعيف جدا. مش المستورد اللي هو ماشي حالك كده، الدراي اللي هو مصنوع تحت السلم. يعني في مصانع بتصنع دراي قيمته الغذائيه بسيطه ضعيفه. تمام، حاجه بتسند وخلاص. أيوة. ده بيبدا من 25 جنيه. وفي دراي بقى الشكاره بقى. طب ده بيأثر عليك في طريقه الكلام ازاي بقى؟ كلمني على المشاكل اللي بتقابلها. احنا المشاكل اللي بنقابلها مشكله اي مشاكل صحيه بالنسبه للكلب. تمام، مشكله التغذيه. طبعا في بقى مشاكل الحشرات دي في الكلاب، لما بيجي للكلاب او بيخش على مكان ده، يا ربنا يكفينا شر يا رب. ده احنا بنكافحه من بدايه الصيف. اي مكان زي كده مثلا بيكون فيه